السلام عليكم. ان شاء الله غادي نخيط معكم المونطو اللي في السنه، وهذا اللي قلت لكم داير بحال الشكل ديال الجلد. دابا غادي نصاوب الجويبات، غندير داك الجويبات على برا غير ديكور، مولاتهم انا كنت فصلتهم معاكم غنديرهم من الداخل، ساعه ما بقاتش مولاتهم بغاتهم من الداخل غديرهم على برا. غنجيب هكايا طريف ديال الثوب، عندي هنا على اربعه ديال الطريفات، درت هكايا 15 في الطول ديالهم بالخياطه، غنحيدو جوج سنتيم ديال الخياطه وغتبقى 13. طلعت هنايا هكايا 4 ديال السنتيم، علمت وليت درت 3 سنتيم وعلمت، هاي هادي هنا 3 وهنا 4. غنجي لهنا للجنب وندير نعلم عاود 4 ديال السنتيم، صافي. غنجي هنا التعليمه، وغادي ندي هاد الخط، هاد النقطه هادي نصير الخط لهنا ونصير الخط لهنا هكايا مايل. هاد النقطه هادي تكون في الوسط، متكونش مايله، تجي في الوسط نيشان. انا راه عندي هنا معلمه بهاد الشريطات اللي عندي هنايا، دابا غادي نقطع. دابا الطريفات ديالنا غادي نخيطهم دابا ونلصقهم في الدوفات. غادي نشدو سنتيم ديالنا من هنا وندورو معاه، دابا غندوزو عليه من هنايا بعبر الصبان. صافي هذا هو الجويب ديالنا، غندير له هنايا صدافه هكايا في الذهبي هنايا في الطاسه. هادي داك جوج سنتيم اللي كنت خليت في الظهر هي هادي، راه خيطتها هنايا. هادي البانسه اللي كاينه في الظهر، ها هي راه هنايا فيها 3 ديال السنتيم، خلت فيها انا 3. دابا ندوز لها عبر الصباط، صافي. غنشد هكا لهاد الجيب، نقلب هكايا، ندير عبر الصباط ديالي. دابا غنفصل السشفة ديال الأمام، هنا عندي جوج قطع هاهما، وغنحط هادي الدورة ديال الأمام ديال الفوق، غنحطها هكا مقادة. من هنا غندخل واحد 7 ديال السنتيم وجيت الكتف من هنايا.
نفس الدبه ديال الخلف ديال الظهر. حطيت الخلف عاون، درت هذا هنايا على جوج، من هنا راه مسدوده هاد القطعه هادي مسدوده، وغنجيب الظهر درته هكا على جوج، وغادي نحط هاد الدوره ديال العام. ندخل هنا واحد 7 سنتيم، صافي. نهبط هنايا واحد 8 سنتيم، نصاوب داك الكراد باش نديرو هنا في الكتاف، ندير وحده هنا وحده هنا في الكتاف، وغندير حتى في الكمام، يجي غير ديكور ويجيو مشدودين بصديفات الذهبي. هنا غندير في الطول ديالهم 9 سنتيم، والعرض غيكون فيهم 5 سنتيم بخياطه. غنجي لهنايا وانا بطئ، انا بط 2.5، خمسة سنتيم نقسمها على جوج، هذا تشدو بالبانكات. هنا راه فصلت جوج خطره، 4 ديال عندي هنايا جوج، مازال غنفصل عاود جوج وحدين اخرين، وخيطتها من هنايا. غادي نجي غنقلبها دابا، صافي نخرج لها هاد القنيتات هادو. دابا غندوز عليها بعبار الصبان، هنا غندوز للصق السلسلة، غنجيب السلسلة هكا وغنحطها على وجهها، هذا هو الوجه، شوفوا معايا هنا نوريكم هذا هو الراس ديالها فين هو. غنجي نحط هذا الراس ديالها على الثوب هنايا، هنا نخلي واحد 2 سنتيم ديال العطفة، حيت هنا راه كانت غندير لها الباندا، ساعة ما بغاتش مولاتو ما غديرش الباندا. غنخلي واحد 2 سنتيم ونص ديال نغلي، وغادي نطوي هكا عليه، وغندوز بالخياطة من هنايا، نطلع بالخياطة. دابا لصقت السلسلة، حطيتها هكا على هاد الطريقة، وغندوز عليها بالماكينة. هاد الحاشية ديال السلسلة تكون هي الفوقانية، والتوب يكون من التحت من جهة السنان. دابا راه لصقت الصباط ديال السلسلة، غادي نجيب هذا الطرف الثاني الدوبه الثانيه، وغادي نحطها هكايا
غادي ندير لها نفس الطريقه ديال هذه. غادي نجي لهنا غادي نعلم هنايا ندير خط هنا قبالت هاد فين حبست هنايا بالضوفة الأولى نجي قبالتها هنايا غادي نحطها هكا صافي. وغادي ندوز دابا ندوز بالخياطة من هنايا غنبدا دابا من الفوق من هاد البلاصة هاني قديتهم بجوج باش ما يجيونيش الضوفات متفاوتين درتهم هنايا وحده قبلت وحده وندوز نبدا دابا بالخياطه من هنا نبدا من هاد البلاصه ونمشي هكايا نجبد هاد الضوفه التحتانيه والفوقانيه هكا صافي نمشي هذه السلسله ديالي هي كتجي من هنايا كما شفتوا هكايا ما كتجي لا مبوقه ما كتجيش مبوقه ولا كتجي دايره داك كتجي مطلوقه كما شفتوا دايره داك التبواق وداك التكماش صافي. غندوز لاقي الكتاف نعلم هنايا في غادي نقطع السلسله غادي نلاقي الكتاف غنمونطيهم هنايا غندوز عبر الصباط في الكتاف باش كيجيوني الكتاف طايحين مزيان هاد الزياده كنديها هكا للضوفات ديال القدام كنديها الجهه القداميه غادي نفصل معاكم هاد الدوره ديال العنق راه درتها من هاد الثوب هذا ديال البانداج اللي كيتيري غنديرها هنايا وغنديرها في الكمال ها هو الثوب عندي في الكحل جبت هكا باندا طويتها على أربعة راه عندي على جوج ولي طويتها على أربعة غادي نعبر دورة العنق شحال عندي فيها غنحط هداك الشي اللي لقيت غنحطو هنايا نقادها مزيان شد هنا بالبلادة حط 23 غنحط هنايا 23 ونزيد سنتيم ديال الخياطة هي جاتني هنا على التالي العرض ديال الباندا غندير فيه 4 ديال السنتيم ها هو هنا صافي وغنبقى غادا هنايا التالي كاع غنخرج هادي هنايا درت سنتيم ونص هذا هو الكول ديالي كيجي على هذا الشكل هذا دابا غندوزو باش نلصقو
هنايا غادي نجيب هاد الكول، غادي نشدو هكا على جوج وغنحطو هنايا، غنحطو مع التالي ديال هاد المونطو، منخرجش لهنا حتى السنان. هنايا نشد بالبانكا صافي، وندور معاه هكا بالبانكات. صافي هنا راه شديتها، وغندوز دابا عليها بالخياطه، ندوز عليه كامل. كيجي على هاد الشكل هنايا، كيجي غادي لهنايا كيخرج هنا في الزيرو. كيجي الكول على هاد الشكل، مازال غندير له دابا التبطين من الداخل ويجي فيني من هنايا، ندير له داك السشفات من الداخل باش يجيني فيني. كيما شفتو جبت التبطين حطيتو هكايا، هادو ديال الظهر وهادو ديال الامام، غنحطهم على هاد الطريقة هادي، وندوز عليهم بالخياطة. دابا جبت هاد السشفات منين لصقتهم غنحطهم هكايا. اول حاجة غنخيط بعدا مع هاد السلسلة وهاد البلاصة هادي، هاد الدورة د العنق غنخليها هي التالية، غنخيطها هكايا نحطها قبالة الاخرى وندوز عليها بالخياطة، ونقلب على هاد الطريقة باش ندوز على هاد الخياطة اللي خيطت الاول اللي دزت عليها مع السلسلة. باش كيجي على هاد الطريقة هادي هكايا. دابا غندوز نخيط الجهة الاخرى، غنجيبها غادي نجبد هاد الحاشية هادي ديال السلسلة، وغادي نلاقي معها عاود هاد الجهة هادي، كنبداهم من هنايا نقادها مع هاد الجهة هادي هنايا، ندير الراس عند الراس ونبدا الخياطة. دابا غادي نشد هنايا باش غادي يجيني الكول فيني، غادي نشدها فينا، ندور هاد السلسلة هادي هكا، غندوز هاد السشفة هكايا، نشد هاد الكتاف ديال هاد السشفة مع الكتاف ديال المونطو، يجيو متقابلين. صافي راه البانكات مكيبغيوش يتحشاو لي التوب غليظ، غنشدها هكا بيدي، هادي هي الكتف مع الكتف عاود هنايا. صافي هنا راه شديت هنايا، وندوز دابا بالخياطة، غنحاول هنايا نمشي على هاد الخياطة اللي درت في الأول، نمشي عليها فهاد البلاصة هادي ديال السلسلة، ندوز غير بيدي، ندور غير بيدي، من ماشي بالماكينة باش متهرسليش ليبرة هنايا فهاد السلسلة ديال الحديد، ندوز غير بالماكينة هكايا، ندور غير باليد. صافي دابا راني فت داك السلسلة،
غنقلب هذا الشيء لداخل، غنقطع بعدا هذا الشيء اللي عندي هذه السلسله. صافي هنايا هي السلسله جبتها، هكا كيجي من هنا راه كتجي فينيا. هذا الكتف هذا غنشدو هنايا مع هذا الكتف، غنفكسيوه هنايا وصافي، وغتشد لي السجفة ديالي غتشد ما تبقاش تعزل. هادي حتى هي غنقطعوها نديرو لها بحال الجهة الاخرى. هنا غندوز ندير كرانات باش من نقلب الدور لي مزيان، داك السجفة تقلب مزيان غير بشوية ما نقيسوش الخياطة. ندورو مع العنق كامل هكايا، نحاولو ما نقيسوش الخياطة ديالنا. دابا صافي غادي ندوز ندير عبار الصباط على السلسلة، نخرج هاد القنيتات مزيان ديال السلسلة. ديال الجهة الأخرى حتى هي غادي نهبط نشد من هنايا. غادي نشد عبار الصباط من هنا ونطلع مع السلسلة. هنا غنشد على هاد السجفة ونقادها من التحت باش ما تهواش. هنايا غادي ندور مع العام مع الكوب هكايا. هنا غادي نلصق داك الكراد لي درت هو هذا، نديرو هنايا نديرو في النص ديالو هاد المنطاصة، ونديرو مع الخياطة ديال الكتف باش ما يجينيش عوج. غنديرو هنايا كما كتشوفو، هنا غندير له صديفة في الذهبي، ندوز عليه بالخياطة إلا خفتي عواج لي هو اللول، وعاد داك الساعة نركب الكتاف بالكمام. غندير الكم ديالي، نعلم هنايا المنتصف كما كتشوفوا هنايا، هاد الجهه اللي ناقصه هنايا هاد السنتيم هي اللي كنديرها من الامام، هادي اللي ناقصه هي معلمها هنايا، كنديرها من الجهه ديال الامام، هي هادي الجهه ديال الامام. صافي دير هاد الكرانه هنا في الخياطه. هنايا ها هما جايين قد قد،
وغندوز بالخيار. صافي هذا هو الكم ديالي، دابا نلصق لكم الثاني. هنا راه مونطيته بالسورجي، دابا غادي نعاود بالماكينه عليه. هادو بانطات ديال الكمام، تا هما راه كيتيريو، كنديروهم على الجهه اللي كتيري هكا، كنجيو لهاد الجهه هادي، كندوزو الخياطه ديالنا. ندير لها هكايا خياطة عند الخياطة، نجيب الكم ديالي، غنعلم المنتصف ديالي هنايا، هادي هي بلاصة الخياطة وهنا المنتصف، غادي نجيب هادي نديرها في الكم. ندير في هاد الكرانه اللي درت، نحطها هكايا، نجيب هاد الخياطه هادي، نديرها مع هاد الخياطه ديالكم هي هادي، مع الخياطه ديال الباندا. صافي نشد بالبانكات هكا، وندوز الخياطة ديالي من هنايا، نشد سنتيم ديال الخياطة وندوز. هذه هي الباندا ديالي، غادي نشدو هذه هنايا حتى هي بسطيفه. صافي هذا هو الكم ديالي، راه تجمع. دابا غندير لوغلي ديال الدوره من التحت، غنطوي هكايا جوج سنتيم ونص اللي كنت طويت هنايا. كما شفتوا هذا هو الموديل ديالنا، مازال هنا غادي ندير لهم صديفه في الذهبي في هاد البليصات هادو، في هاد الكرادات اللي درت هنا، هنا في الكمام، وغندير هنايا في الجويب،
وندير هنا عاود في هاد الكتيفات. ونتمنى يكون عجبكم الموديل. هاد الموديل راه يمكن لكم ديروه حتى في التوب هكا غليظ ديال البرد بحال الكشمير، ولا المهم اجميع الاثواب ديال البرد ديروا هاد الموديل هذا. وحتى توب خفيف الا ما كانش غليظ بزاف يدار، ماشي ضروري يدار في هاد التوب اللي بحال الجلد، يدار حتى في توب عادي راه نفس، ديروا نفس الطريقه وديروا في التوب اللي بغيتوا اللي عجبكم ديروه فيه. واللي عجبو الفيديو واستفدت شي حاجه ما ينساش يدعمنا. وشكرا على التعليقات ديالكم الزوينه، وشكرا على التشجيعات، والسلام عليكم ورحمه الله.